سنوياً تقام مسابقة لمعرفة أفضل المطاعم حول العالم، وبيتم إعلان النتيجة مع اقتراب نهاية العام. مطعم نوما بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك احتل عام 2021 المركز الأول كأفضل المطاعم العالمية، فشو كان سبب اختياره؟ اختيار مطعم نوما من الشيف ريني ريتسيبي الشهير بتقنياته الجديدة بالبحث عن الأطباق المختلفة وغير التقليدية، الأمر يلي جعله يحصل على لقب أفضل مطعم بالعالم. قال الشيف ريني بعد إعلان فوز المطعم: زيارتك للمطعم ما بتقتصر على تناول الطعام فحسب، لكن عبارة عن رحلة مكتملة لتناول النكهات المختلفة يلي بتتحدث عن نفسها. المطعم بيقدم الكثير من الأطباق المختلفة مثل الشاورما النباتية وطبق البط المحضر على طريقتهم الخاصة، هاد غير الطبق يلي بيشتهر فيه المطعم وبيتم تحضيره بفصل الخريف والشتاء، وهو عبارة عن أوراق الخرشوف مع الجوز والمخلل والحبار. تم التصويت على القائمة السنوية لأفضل المطاعم عالمياً من قبل أكثر من 1000 طاهي ناقد، بالإضافة لخبراء إدارة المطاعم. وأحد المسؤولين عن المسابقة قال بأن المطعم بيستحق اللقب بجدارة من خلال المعايير الجديدة والمختلفة يلي تم وضعها من إدارة المطعم، على الرغم من الصعوبات والتحديات يلي واجهت الكتار بسبب جائحة كورونا.